بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول هذه السائلة: هنالك أستاذ، الله أعلم هي تقول للتربية الإسلامية أو لا أستاذة، تدعو التلاميذ في الإعداد إلى عدم الصيام والمجازفة بصحتهم قبل بلوغ 18 سنة، بدعوى أن الصيام في أقل من هذا العمر يفسد جمال البنت ويعرضها لأمراض فقر الدم ولعلل في صحتها ويعرضها لقلة التركيز والتحصيل في الدراسة. والمشكل أن الأبناء حينما يعودون بهذا الخبر إلى الآباء لم يحدث عندهم أي رد فعل، فقد قبلوا ذلك. معنى ذلك: أولا، إنني أشك أن يكون الأستاذ الذي يقول مثل هذا الكلام هو أستاذ للتربية الإسلامية، لأن بعض الأسئلة جاءتني عن أساتذة في مواد أخرى هم الذين يستفزون التلاميذ بأن يشوهوا الكثير من أركان هذا الدين ومن أخلاق الدين ومن الفضيلة، وكأنهم عياذا بالله يدرسون في دولة لا علاقة لها بالإسلام. لكن أن يكون الأستاذ كما تقول هو أستاذ للتربية الإسلامية، هذا بين قوسين، ربما يكون غير ذلك. وعلى أي حال، كائن من كان، فالأستاذ الذي يدرس أي مادة من المواد فينبغي أن يعرف أن أمة رسول الله تقرأ باسم ربها، وأن التعليم يترعرع في حضن الإيمان، وأن العلم إذا لم يكن يعرفك بربك ويوصلك إلى غاية عظيمة هي خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا خير في هذا العلم، فهو علم حجة عليك وليس حجة لك. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من شر هذا العلم الذي ينفع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. على كل حال، ماذا يقول هذا الأستاذ؟ يقول للتلاميذ في الإعدادي كي يكونوا ذيك 12 سنة، 13، 14، 15، 16 تقريبا، يقول لهم: لا ينبغي أن تصوموا قبل بلوغ 18 سنة. منين جاب هذا الشيء؟ ألف باء هذا الدين يشير إلى أن الإنسان يصير مكلفا بمجرد البلوغ، وقد يبلغ الطفل في 12 سنة وفي 11 سنة وفي 13 سنة وفي 14 سنة وفي 15 سنة، وقد يتأخر 16 سنة. فالتكاليف مرتبطة بالبلوغ عند البنت وعند الولد. الفتاة يمكن إذا كانت صحيحة قوية أن تبلغ في سن العاشرة وسن الحادية عشرة وسن الثانية عشرة، والشاب أيضا يمكن أن يبلغ في سن الحادية عشرة والثانية عشر، على حساب المناطق في المغرب، على حساب المناخ، وعلى حساب البنية الجسمية، وعلى حساب التغذية التي يتعاطها الإنسان في بيئته وفي أسرته، فهذا الأمر يختلف من بيئة إلى بيئة. ماذا يقول هذا؟ هذا باطل، هذا الشيء هذا. متى يكلف الإنسان؟ حينما يبلغ، والبلوغ يختلف من بيئة إلى بيئة. أما 18 سنة يكون ولا راجل وهي تكون ولا امرأة، لا يمكن أبدا أن يبقى الإنسان إلى 18 من عمره. لطيفة لطيفة، من ذا الذي يقول هذا؟ هذا منكر، هذا قول على الله بغير علم،
هذا تجن على الدين، هذا قول بغير علم، إما أن يكون عن قصد فهذا إجرام في حق الشريعة، إجرام في حق الشعب المسلم، إجرام في حق التربية والتعليم، وإن كان عن غير قصد عن جهل فالمصيبة أعظم. كيف يمكن الأستاذ يقول للتلاميذ، أنا ما يبقى يقولوا لي هذا الشيء، كنت أقول له ما ودي الله يجزيكم بخير خصكم تأكدوا، قالت لك أنا أم وبناتي يجوا عندي ويقولوا لي ذلك وكل شيء الناس عارفه. يا سيدي علاش؟ قال لك يا سيدي علاش؟ علاش ما خصكم تصوموا حتى توصلوا 18 سنة؟ قال لك بدعوى أنه يفسد جمال البنت. الله أكبر، الصيام يفسد جمال البنت؟ الله أكبر. لو أنه درس الفوائد الصحية للصيام لعلم أن الله تبارك وتعالى من خلال الصيام يطهر البدن من كل الخلايا الميتة ويعطي قوة للجسم لتجديد الخلايا وتقوية جهاز المناعة بشكل عظيم، ولكن هؤلاء يتكلمون بجهل، يقولون على الله بغير علم، ثم يفترون الأكاذيب بزعمهم أنهم يفهموا علميا. متى كان الدين ضد العلم؟ الدين علم والعلم دين، وطلب العلم فريضة. ما هذا الذي تقول؟ ثم يقول ويؤثر على صحتهم ويعرضهم لأمراض مثل فقر الدم وغيرها ونقص الحديد. الله أكبر، الله أكبر. أنتم أعلم أم الله؟ هل الله الذي افترض الصيام على العبد إذا بلغ كان سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لم يكن يعلم آثار هذا الصيام على الناس؟ متى كان الخالق الذي خلق لا يعلم ما الذي ينفع الذي خلق؟ أعوذ بالله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أتعلمون الخالق ما يصلح لمن خلق؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ثم من آثاره قلة التركيز وقلة التحصيل. الله أكبر، يعني أن الإنسان إذا صام يقل عنده التركيز، بل بالعكس إذا صام الإنسان يقوى عنده التركيز بشكل أقوى، لأن المعدة إذا فرغت صحت الفكرة وقويت البصيرة وصار الإنسان يركز أكثر. فالإنسان حينما يكون جائعا يكتسب رقة في القلب وقوة في الإدراك وقوة في التركيز وقوة في الخشوع، ولكن قومي لا يعلمون. ماذا تقول في أمثال هؤلاء؟ الأمر عجب، كيف يتأثرون بأقوال من لا خلق لهم ولو كانوا يحترمون عقولهم؟ حتى غير الرجوع إلى الإسلام، لو كانوا فقط يحترمون عقولهم لسألوا المتخصصين في المجالات التي يتحدثون عنها، هل الصيام فعلا يفسد جمال البنت؟ هل الصيام فعلا يؤدي إلى إصابتهم في صحتهم؟ هل الصيام يؤدي إلى قلة التركيز وتشتت الذهن وقلة التحصيل؟ لو كانوا يحترمون عقولهم لسألوا، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تقول والآباء يستمعون لأبنائهم وهم يقبلون ذلك. شوف، إذا كان الآباء يقبلون من أبنائهم هذه الفتوى الشاذة من هذا الأستاذ وغيره، نسأل الله العفو والعافية، إذا كانوا قد اقتنعوا فاعلم أنهم مشاركون في الإثم. عليهم أن يقولوا لأبنائهم إن البنت إذا بلغت والولد متى بلغ وجب عليه الصيام، في أي سنة
في العاشرة 11 12 13 14 ولا تنتظر 18 سنة، فإن في ذلك تعمد خرق حرمة رمضان وأكل رمضان عمدا. من الذي جراهم على ذلك؟ الأستاذ. فالأباء ينبغي أن يصححوا لأبنائهم الفكرة. واش غير يوم عدل راه مسلمين ولا؟ راه من بكري هو مسلمين وكيسمعوا الفقهاء ويسمعوا الفتاوي، وأي واحد يمشي للإنترنت ويدير هذا السؤال: متى يصير الصيام واجبا على البنت والولد؟ اقرأوا وشوفوا. ثم كان واجبا عليهم أن يتوجهوا إلى هذا الأستاذ وينصحوه، ثم إن انتصح فبها ونعمت، وإلا فعلم أن يرفعوا ضد بلاغ، لأنه يخرج عن إجماع الأمة ويتحدث في دين الأمة بهذا النوع من الجرأة الزائدة، أعجب لجرأة بعض الناس على شريعة الله، أعجب والله إني أعجب، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهذا كلام باطل. الآباء ينبغي أن لا يستمعوا لمثل هذا الكلام. ينبغي أن يأمروا أبنائهم متى بلغوا أن يصوموا، وينبغي أن يتوجهوا إلى الأستاذ لنصحه، فإن انتصح فبها ونعمت، وإلا كان عالما يرفع بلاغا إلى السلطات المختصة لتنظر في شأنه.